أهلا وسهلا بكم. سنتعرف في هذا الدرس على كيفية تجربة وتثبيت توزيعة أوبونتو على جهاز وهمي. تقنية الأجهزة الوهمية تعرفنا عليها في دورة الأجهزة الوهمية. من لم يشاهدها بعد يمكنه الرجوع للدروس الأولى منها لمعرفة ما هي هذه التقنية ولما نستعملها، وأيضا لمعرفة تطبيقها على برنامج فيرتوال بوكس. إذا لنعد لموضوعنا الأصلي، وهو تجربة وتثبيت توزيعة أوبونتو على جهاز وهمي. لما إذن جهاز وهمي؟ التثبيت والتجربة على جهاز وهمي يمكن أن يكون من الخيارات المثالية للمبتدئين الراغبين في تجربة توزيعة أوبونتو على أنظمتهم الحالية، سواء كان الأمر يتعلق بويندوز أو ماك أو توزيعة أخرى من توزيعات لينكس، ولا يرغبون في الدخول في تفاصيل تقسيم القرص الصلب، سواء كان ذلك خوفا أو كسلا، ولا في تفاصيل حرق الملف المحمل، ملف الايزو على قرص سي دي، دي في دي أو فلاشة يو اس بي، إما جهلا أو بخلا. إذن لنقوم بهذه العملية، عملية تجربة وتثبيت توزيعة أوبونتو على جهاز وهمي، سنحتاج لشيئين. نحتاج لبرنامج فيرتوال بوكس مثبت وعليه جهاز وهمي قمنا بإنشائه كما رأينا في الدروس الأولى من دورة الأجهزة الوهمية، وأيضا سنحتاج لملف الأيزو، ملف تثبيت توزيعة أوبونتو، نحمله من الموقع الرسمي للتوزيع ubuntu.com. إذن من هنا start download ويتم تحميل الملف. إذن الجهاز الوهمي الذي قمنا بإنشائه على برنامج فيرتوال بوكس له أيضا قارئ CD و DVD خاص. للدخول لهذا القارئ ندخل على Settings وننتقل إلى Storage، وهنا سنجد قارئ CD على هذا الشكل. نختار منه Choose a Virtual CD DVD Disk File، وننتقل لملف الأيزو الذي قمنا بتحميله من موقع أوبونتو. مثلا سيكون على هذا الشكل، له امتداد ايزو، ونضغط افتح، اخيرا اوكي. والان يمكننا بدء او تشغيل الجهاز الوهمي الذي قمنا بانشائه، وداخل قرصه او قارئ قرصه، قارئ قرص CD او DVD، موجود كما نلاحظ هنا ملف الايزو الخاص بتوزيعة اوبونتو. اذا نضغط ستارت فيبدأ تشغيل الجهاز الوهمي. يأخذ بعض الوقت، وهذه هي سلبية استعمال أنظمة على الأجهزة الوهمية، هي أنها أبطأ من الأجهزة الحقيقية. شيء طبيعي لأنه يتم استخدام الجهاز داخل جهاز حقيقي. إذن هنا تظهر لنا رسالة خطأ، أنا تعمدت أن أترك الإعدادات، إعدادات برنامج فيرتوال بوكس بدئية، ليظهر لنا هذا الخطأ وأريكم كيفية التعامل معه. إذا يظهر هذا الخطأ، الكلمة المحورية فيه هي PIE. إذا أقوم بإغلاق الجهاز الوهمي وندخل على Settings لحل هذه المشكلة. ننتقل إلى System وهنا Processor، ونقوم بتفعيل هذا الخيار Extended Features. أوكي. والآن أعيد تشغيل الجهاز الوهمي، فسنلاحظ الآن أنه سيتم بدء تشغيل توزيعة أوبونتو من القرص الحي لتجربة أو تثبيت التوزيعة داخل الجهاز الوهمي. دائما يأخذ بعض الوقت، لكن الآن سنتخطى ذاك الخطأ أو تلك الرسالة التي كانت قد ظهرت لنا قبل قليل. في هذا الدرس لن أمر على مراحل التثبيت، بل سأصل فقط إلى إمكانية التجربة والتثبيت. مراحل التثبيت هي مشابهة تماما على لتثبيت توزيعة أوبونتو على جهاز حقيقي. مراحل التثبيت على جهاز حقيقي سنراها في درس مستقل، كتابة قدمتها على
في دورة أوبونتو الطريق لما وراء النوافذ يمكن الرجوع إليها. الآن يتم تحميل التوزيع أو تحميل النظام، يأخذ بعض الوقت. لمن لا يعرف أشير فقط إلى أن لما أتكلم عن إمكانية التجربة والتثبيت، لأن توزيعات لينكس أو أغلب توزيعات لينكس توفر ما يسمى بالقرص الحي، إمكانية تجربة التوزيع دون تثبيتها. فقط أقوم بإدخال القرص داخل قارئ الأقراص وأقوم بإعادة تشغيل الجهاز، فيقوم بالإقلاع من القرص ويمكن تجربة تلك التوزيع دون الحاجة لتثبيتها. هذه من الإمكانيات التي تتيحها أغلب توزيعات لينكس لجذب المبتدئين إليها. إذا ننتظر دائما أن يتم إقلاع توزيعات أوبونتو. كما قلت على الجهاز الوهمي هي بطيئة، وأيضا هنا نستعمل قرص حي أيضا، فهي أبطأ من لو كانت مثبتة فعلا. فقط أنتظر حتى تظهر واجهة الاختيار بين التثبيت والتجربة لنرى أن الأمر مشابه لما هو على جهاز حقيقي. إذا الآن بعد نهاية تحميل النظام تظهر لنا هذه الشاشة، شاشة الترحيب، ومنها يمكن أن نختار هل نريد تجربة أوبونتو أولا، بعد ذلك يمكن أن نثبته أيضا من هذا الخيار، أو نريد مباشرة البدء بتثبيت أوبونتو. على اليسار لدينا خانة لاختيار لغة البرنامج المصاحب أثناء التثبيت. يمكن أيضا اختيار اللغة العربية فهي متاحة. ننزل أسفل، هنا نجد عربي، فيتم تغيير شاشة البرنامج المصاحب للتثبيت للغة العربية، ويكون خيار أفضل لمستخدمي اللغة العربية. إذن كما قلت لدينا خيارين، إما تجربة أوبونتو ومن هذا الخيار يمكننا أيضا تثبيته، أو نبدأ بتثبيته بصفة مباشرة. الخيارين هما نفس الخيارين المتوفرين أثناء تجربة وتثبيت أوبونتو على جهاز حقيقي، لهذا لن أستمر في الكلام عنهما، ونترك درس التثبيت أو مراحل التثبيت والتجربة أولا لدرس القيام بهاتين العمليتين على نظام حقيقي. إذن نلتقي في دروس قادمة. دائما مع الأجهزة الوهمية سنكمل على نظام أوبونتو كنظام ضيف، نرى كيفية تثبيت الإضافات عليه، نرى كيفية مشاركة الملفات بينه وبين نظام مضيف آخر كيفما كان، سواء ويندوز أو أحد توزيعات لينكس أو الماك. فكما رأينا أو كما سبق أن قلت، مشاركة الملفات تختلف أو طريقة مشاركة الملفات تختلف حسب النظام الضيف فقط. النظام المضيف لا يلعب أي دور، لأننا نتعامل مع برنامج فيرتشوال بوكس وهو نفسه على أي نظام، سواء ويندوز، ماك أو توزيع من توزيعات لينكس. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى ذاك الحين ابقوا سليمين، إلى اللقاء.